بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء ده من محاضرات الانترودكشن، هنتعرض فيه لوصف مكونات الـ different regions of the human body اللي بيسموه regional anatomy. مكونات الريجونز في جسم الإنسان هي أعضاء مشتركة، أعضاء واحدة وثابتة. لو جبت أي ريجن في الجسم وخدتها قطعتها وفحصتها هنجد فيها مكونات بقية الريجن. بمعنى أنا مسكت الكف اليد وقطعتها وخدتها على جنب وشفت الأنسجة اللي بتكونها، هنلقى فيها سكين يعني جلد، فاشيا يعني لفائف، مسلز يعني عضلات، بونز يعني عظام، ارترز يعني شرايين، فينز يعني اورده، نيرفس يعني اعصاب، جوينتس يعني مفاصل. الكلام ده هوت هشوفه لو انا جبت كف القدم وقطعتها وشفتها، لان نفس هي المكونات. حتى لو جبت الراس والرقبه وقطعتها هلاقي فيها نفس المكونات. لو جبت منطقه الصدر على بعضها وفحصتها نفس المكونات. إذن هناك مكونات عامة لكل الـ different regions of the human body. هذه المكونات بتكون علم يسموه general anatomy، يعني general structures present elsewhere in the human body. مكونات عامة في كل الجسم، فلازم أخد فكرة عنها. المكونات دي كانت بتشمل ايه؟ كانت دي مكونات موجودة في كل اجزاء الجسم، فيها سكن، وفي عندنا فاشيا، وفي عندي بونز، كمان في عندي ماسلز، في جوينتس مفاصل، في بلود فيزلز بما فيها من شرايين واوردة، وفيها ايضا نيرفز. هذه المكونات السبعة اللي لو فكيت الفيزلز، البلود فيزلز او الفيزلز بصفه عامه، في بلود فيزلز وفي لمفاتيك فيزلز هتزيد شويه. فالمكونات دي المكونات الاساسيه للديفرنت ريجونز. انا عاوز ادرسها بالتفصيل علشان لما نيجي نتكلم عن الريجونز نبقى على وعي وعلى فهم بمكونات الريجونز. تعالوا نبتدي اولا بالسكن، بالجلد. رؤوس الموضوعات اللي انا هتكلم عليها، عاوز ادي للجلد ده ديفينيشن اعرفه، وبعد ما اعرفه نشوف طبقاته ونشوف وظايفه. فتعريف الجلد ببساطة ده الغلاف الخارجي للجسم. It is outer covering. Covering يعني envelope، يعني غلاف of the body surface. ده الغلاف اللي بيغلف سطح الجسم كله. structure او تركيب الجلد، اللايرز. الجلد ده له لايرز، له طبقتين اتنين، كل لير بيكون زون حد. ادي الطبقة الاولى ولها حد اهو، ودي الطبقة التانية. الطبقة الاولى هي الطبقة السطحية السوبرفيشيال لاير، السوبرفيشيال زون، هذا الحد العلوي، هذه الطبقة العلوية بيسموها ابيديرمس. أما الطبقة العميقة بيسموها الديرمس. تعال نتكلم عليهم في تفصيل أكتر شوية. نتكلم على الابيديرمس. باين في الرسمة دي هنا إن أنا مسكت الديرمس ده، الابيديرمس، وخلعته عن الطبقة اللي تحت اهو ومقلوب لفوق اهو. يبقى الابيديرمس الاول عاوز يعني ايه نتكلم عليه شوية. ده الطبقة السطحية من الجلد. يبقى ات السوبرفيشال زون او ات السوبرفيشال لاير، ات از ذا سوبرفيشال لاير اوف ذا سكن. طيب من مواصفاتها التشريحية انها سن زون، يعني الزون الرقيق
النحيف من الجلد. يبقى الجلد طبقتين، الطبقة العلوية منه اسمها ايبيديرمس، مواصفاتها خمسة. أول حاجة إنها ثن اند سوبرفيشال. طب لما نيجي نبص كده في الرسمة دي ندقق، هلاقيها مكونة من عدة طبقات. أدي طبقة أهي فوق أهي اللي هي الملونة باللون الزهري ده، تحتها الطبقة ديت، دي طبقات في بعض. إذا الإبيدرمس مكون من عدة طبقات، طبقات خلوية. يبقى it is formed of many layers of cells. طيب إحدى هذه الطبقات أهي بتحتوي على الخلايا الصبغية اللي بتلون الجلد. إذا الإبيدرمس بمحتوياته من البيجمنتد سيلز اللي اسمها الميلانوسايتس هو اللي ريسبونسبل عن الكالر اوف ذا سكين، هو المسؤول عن لون الجلد بسبب وجود البيجمنت سيلز اللي اسمها الميلانوسايتس اللي بتفرز المادة الصبغية اللي اسمها الميلانين، وهنعرفها بعد كده. من مواصفات الإبيدرمس أيضا اللي هو كان طبقة رقيقة، هذا الإبيدرمس اللي هو الطبقة الرقيقة كان بيختلف السكنس بتاعه من منطقة لمنطقة، يعني في المناطق اللي بنرتكز عليها زي منطقة خلف الكوع إلى الباك أوف إلبو أو الفرانت أوف ليج مقدمة الركبة بيكون الإبيدرمس فيها سيك سميك نسبيا، وبيكون ملون كلرد من كثرة الاحتكاك. والصفة الأخيرة من مواصفات الإبيدرمس إن أنا لو قطعت حتة منه أو حتة منه وقعت اتشالت بتترك مكانها ما يعرف باسم الألزر أو القرحة. آخر حاجة إن الإبيدرمس بصفة عامة is insensitive to pain ما عدا الطبقة العميقة اللي تحت ديت. والدليل على ذلك أنا لما بيجي أحيانا نخيط زر قميص اللي هو السورية زي بيقولوها إخواننا في الدول العربية، لو جينا زر زرار قميص ونيجي نخيطه مرات الإبرة تفلت من مكانها وتدخل في الجلد وتجرح حتة منه وما نحسش بألم لأنها دخلت في الطبقة السطحية من الإبيدرمس اللي هي insensitive to pain يعني غير حساسة للألم. ندخل بعد كده على الطبقة العميقة اللي كان اسمها الديرمس اللي هي الطبقة اللي دي أولها وتحت هنا دي كان آخرها. الطبقة العميقة اللي اسمها الديرمس بتكون الحد العميق، المستوى العميق من السكن. يبقى تلزق ثك ديب زون اوف ذا ايه اوف ذا سكن. طيب مكوناتها الأساسية ايه؟ مكوناتها هو بحر من الألياف تسبح في مكونات، بحر من الألياف، أنسجة دعامية اسمها الريتيكولار فايبرز وكولاجين فايبرز تسبح في هذا البحر، يسبح في مكونات. هذه المكونات كانت بتشتمل على الآتي: أولا غدد، أهم غدد موجودة هي الغدة دي والغدة دي، الغدة دي اسمها سويت جلاند، الغدد العرقية. أدي غدة إيه؟ عبارة عن أنبوب لافف على بعضه وطالع منها قناة. كل ده قاعد فين؟ قاعد في الدرمس. وهذه القناة تفضل فاتحة، تفضل ماشية وتخترق الإبيدرمس لحد ما تعمل لها فتحة، تخترق تعمل لها فتحة في الإبيدرمس من فوق. إيه الفتحة بتاعتها؟ اسمها سويت بور فتحتها. يبقى دي أول غدة اسمها سويت جلاند. في غدة تانية اسمها سيبيشيوس جلاند، بتبقى دايما غالبا جنب بواصلات الشعر. سيبيشيوس جلاند أو يقولوا عليها فات جلاند، الغدد اللي بتفرز الدهون اللي بترطب السكن. الغدد الثالثة مش موجودة في كل الأماكن، دي موجودة في مناطق منطقة البريست الثدي، فبيسموا الغدد دي تقولوا عليها ميلك أو لاكتيفرس جلاند، بتبقى ويل ديفلوبد ان فيميل وإل ديفلوبد في الميل، يعني بتبقى
النمو بتاعها واضح وكبير في النساء، اما في الرجال بتبقى هذه الجلانز اورودمنتري، يعني بتبقى ضمرة. ويوجد ايضا في الدرمس المكونات بتاعته اللي كانت بتسبح في بحر الالياف من الانسجة الدعامية، بحر الالياف اللي هي الفايبرز اللي قلنا عليها الريتيكولار وكولاجين فايبرز، بتسبح في هذه الالياف مكونات. احنا قلنا ثلاثة جلانز، في كمان هير فوليكلز، بويصلات الشعر باجزائها المختلفة اللي هناخدوها بعد كده في مادة الهيستولوجي. وايضا توجد بلاد فيزلز. بلاد فيزلز يعني شرايين واورده، اهي هي جايه من تحت لكن بتتوزع الفروع بتاعتها من خلال الدرمس. وتوجد ايضا اعصاب اهي، لكن من الملاحظ ان الارتري اللي هو الشريان والفين اللي هو الوريد بتجد دايما ماشي معاهم او جنبهم وعاء اخر اسمه الوعاء الليمفاوي، لكن هنا هنجد الاعصاب موجوده ايضا فين؟ في الدرمس. اذا الدرمس في ايه؟ في جلاندز قلناه سويت جلاند، سبيشس جلاند، ملك او لاكتفرس جلاند، في هير فوليكل بملحقاتها. وايضا من ملحقات الهير فوليكلز عضله بتحركها اسمها اريكتور بايلي، العركه اللي بتوقف الشعر. الواحد لما يخاف يقول لك انا شعري جلدي وقف، مين اللي وقفه؟ عضله اهي بتشد البويصله بتاعت الشعر وتفردها فيقف الشعر. ايضا يوجد بداخل الدرمس بلاد فيزلز والنيرفس والليمفاتيك فيزلز. دي كانت المكونات اللي بتكون او الاستراكشر اوف ذا سكن من خلال استعراضنا للكاركترز اوف ذا ايبيديرمس اند ديرمس. اذا جينا نتكلم على الفانكشنز اوف ذا سكن، الفانكشنز اوف ذا سكن هو مستوحى من الكومبوننتس اوف ذا ايبيديرمس اند ديرمس. فتركيبه الايبيديرمس عده صفوف من خلايا كانت بتجعل له خاصيه البروتكشن. اذا البروتكشن يعني الحمايه، يحمي الديب ستراكشرز من ايه؟ من الاخطار الخارجيه. الاخطار الخارجيه يسموها اكسترنال انجري، الاصابات الخارج، او المايكرو اورجانيزمز اللي هي الكائنات الدقيقه اللي عالقه على الجلد. طيب من وظائف السكن السنسيشن، الاحساس، واللي بيحس في الجلد اساسا هو الديرمس، لان الديرمس هو المكان اللي قاعده فيه النيرفس. من وظائف السكن ريجوليشن اوف بودي تمبريتشر، تنظيم درجه الحراره. بس مين اللي بينظمها؟ اللي هينظمها اللي سويت جلاند الغدد العرقيه اللي كانت قاعده في الديرمس، هتفرز سكريشن اسمه سويت سكريشن او العرق، هو اللي يخفض درجة الحرارة. ده في الصيف، وفي الشتاء يقل العرق فيقل معاه اللي هو الفقد الحراري في الجسم، يحتفظ بحرارته. من وظائف الجلد ايضا مويستنينج اوف ذا سكن، ترطيب الجلد. مين اللي بيقوم بيها؟ احنا قلنا الوظائف جاية من المركبات، المركبات اللي موجودة في الجلد. كان في سبيشيوس جلاند اللي هي الفات جلاند، الفات جلاند اللي هو اذا قلنا احنا اذا كان يحق لنا ان نقول ان السويت جلاند هو جهاز التكييف اللي بيبرد او يسخن الجسم على حسب الحاجه، فسويت جلاند هو جهاز المكياج، جهاز التزيين اللي بيرطب الجلد بافرازاته من الدهن، الدهن بتاعه. اذا احنا عندنا بداخل الجلد بتاعنا جهاز تكييف وجهاز تزيين، جهاز مكياج، والمكياج بتاعنا هو الفات سيكريشن، الدهن اللي بيخرج بنسب محترمه وموزونه من السبيشيوس جلاند وتؤدي الى المويسترنج، ترطيب الجلد. وايضا من مواصفات السكن السيكريشن افراز، كان بيفرز ايه؟ بيفرز الملك،
بيفرزها من خلال الميلك جلاند اللي هي اللي بتفرز جلاند. من الملاحظ ان الخمس وظائف اللي انا ذكرتهم للجلد ديت كلها مستوحاه من الديفرنت ستراكشرز اللي كانت قاعده بداخل السكن. طيب النوع الثاني من الانسجه اللي بنجدها في كل مكان من الديفرنت ريجونز اوف ذا هيومن بودي، نوع من الانسجه اسمه الفاشيا او اللفائف. ايه اللفائف دي؟ عباره عن ايه؟ اللفائف جمع لفافه، واللفائف اللي موجوده في الجسم هنقدر نشبهها بنقول عامله زي الاكياس النايلون اللي بتغلف الديفرنت بودي ستراكشرز. انا قبل ما اشرح هقول مثل بسيط. الواحد او الواحده اللي بتروح السوق ومعاها شنطة السوق الكبيرة وبتشتري مكونات مختلفة، فواكه على خضار على بطاطس على رز على طماطم على خيار على قتة، ما بتحطهمش كلهم مع بعضها، دي بتحط كل منتج متشابه في كيس وتربطه، بتلفه في كيس وتربطه. بالظبط ده اللي بيحصل في جسمنا، لان عمر ما حد بيروح السوق ويجيب كله على بعضه في شنطه واحده، لازم يلف كل مجموعه متشابهه من المنتجات مع بعض. كذلك في جسم الانسان في مركبات مختلفه، في عضلات لحم، في اعصاب وشرايين واورده مع بعض، في عظام. اذا جسم الانسان محتاج ان كل مجموعه متشابهه من الاعضاء بتتلف في لفه، يسموا اللفه دي اللفائف او الفاشيا. فجسم الانسان يحتوي على فرايتي من كونكتيف تيشو، نوع من الانسجه الدعاميه بيربط باينز او كونكتس ذا ديفرنت بودي ستراكشرز. هو يغلف اولا ويربط ثانيا، يبقى نقول انفلوب اند كونكت ذا ديفرنت بودي ستراكشرز توجذر. يبقى ديت عباره عن لفافات بتلف انسجه الجسم المختلفه ثم تربطها مع بعضها، ولا كان كنا نخلط مع بعضنا اللحم يختلط بالعظم يختلط. لا طبعا. انواع اللفائف، انواع الفاشيا اتنين على حسب مكانها. اللفائف اللي موجوده على السطح اللي اسمها سوبرفيشيال فاشيا، تلاحظوا انا بدات اخد من مصطلحات التشريح واضم لنفسي دلوقتي كلمه سوبرفيشيال، يعني نير تو ذا بودي سيرفيس، نير تو ذا سكن. يبقى انا بوصف الفاشيا اللي قريبه اللي مكانها قريب من البودي سيرفيس انها سوبرفيشيال فاشيا. اذا السوبرفيشيال فاشيا هي الفاشيا اللي تقع locates superficially in the body، قاعدة في جسم الإنسان بالقرب من السطح، وسطحنا هو الجلد. إذن هي بتربط الجلد بما هو تحت الجلد، يبقى لفائف connecting the skin to the underlying structures، للstructures اللي قاعدة تحت الجلد. الstructures المقصود بها إيه؟ الأعضاء والأنسجة اللي قاعدة تحت الجلد، يعني العظام والشرايين والأوردة والعضلات وهكذا. اما النوع الثاني من اللفائف اللي هو الديب فاشيا العميق اللي لايز ديبلي ان ذا بودي، قاعد بداخل عمق الجسم ويربط الديفرنت ستراكشرز مع بعض، يربط العضلات مع بعضها، يربط الاعضاء مع بعضها، يغلف ويربط، يبقى انفلوب اند كونكت. ده كان الشكل العام للفاشيا الانواع المختلفه. ناخد اللفائف السطحيه او السوبرفيشال فاشيا اللي قاعده تحت الجلد، عاوزين نشوف تركيبتها عباره عن ايه. سوبرفيشال فاشيا هي الفاشيا اللفائف ذات لايز جاست ديب تو ذا سكن، قاعده تحت الجلد. تركيبتها ايه؟ التركيبه بتاعتها بالعربي الاول هي عباره عن شبكه من خيوط دقيقه، على الشبكه ديت متثبت رائد عليها حبيبات دهنيه. اذا هي فريم ورك من فايبرس تيشو
carrying globules of fat. هي قاعدة تحت الجلد، يبقى it lies beneath. beneath يعني under، under the skin، أو بتربط السكن to the underlying structures. من أجل ذلك سموها subcutaneous tissue. الفانكشنز بتاعتها إيه؟ الفانكشنز جاية من التركيب. تركيبتها شبكة زي شبكة الصياد كده، أو زي بلاش شبكة الصياد، هي عاملة شبكة ذات فتحات صغيرة وخيوط رفيعة زي شبكة التنس لو حبينا نقول مضرب التنس. هذه الشبكة مكوناتها دهون، يبقى وظيفتها من وظيفة الدهون. الدهون بتعمل ايه؟ تعالوا نشوف وظيفة الدهون في الجسم. يبقى اذا مكونها الاساسي دهن، فات، فات ليبيد. وظيفة الفات ايه؟ وظيفة الفات رقم واحد بيعطي للجسم استدراته المختلفة. It gives specific contour، الاستدارات المخصوصة لأماكن خاصة زي منطقة البطوك الإليا ومنطقة البريست اللي هو الثدي. يبقى اللي عمله اللي عملهم أساسا فات، سوبرفيشال فاشيا. علشان كده الشخص اللي بيفقد الفات بتاعه تلاقي كتفه بارزة، وتلاقي منطقة الإليا بتاعته يعني ما فيش فيها استدارة كافية. وظائف الفات source of energy. وظائف الفات أيضا، ومن وظائف الفات أيضا إنها عبارة عن وسط قاعد في وسط، يعني ميديوم بيمر فيه الأعصاب اللي رايحة الكيتينيوس يعني جلد يعني سكن، الأعصاب والأوعية الدموية اللي رايحة للجلد. ومن خصائص الفات أيضا إنها عازل حراري، انسيوليتور. عازل حراري يمنع الاكسس هيت لوس، يمنع فقدان الحراره من الجسم. دي كانت وظائف السوبرفيشال فاشيا. طب الديب فاشيا، الديب فاشيا نشوف كده المنظر ده. ديت منظر لمنطقه الثاي اللي هي الفخذ. العضلات تحس انها متغلفه، العضله مش باينه، في تحس انه غلاف شفاف او رقيق. اهو الغلاف اهو مغلفها. ده نوع او شكل من اشكال الديب فاشيا. اذا الديب فاشيا تعرفها وتركيبها، ده عباره عن شيت، شيت يعني غشاء او نسيج. نسيج دنس سميك، ثيك دنس يعني قوي كثيف، ثيك يعني سميك، من فايبرس تيشو، من انسجه ليفيه قاعد في عمق الجسم. لايز ان ذا بودي ديبس، في داخل عمق الجسم. تغلف كل ما تحت الجلد. تغلف مين؟ تغلف النيرفس والفيزلز والمسلز، وفي نفس الوقت تربط المسلز مع البون. اللوكيشن، اولا توجد الديب فاشيا في الاماكن الاتيه في جسم الانسان. الراوند ذا انديفيدوال ماسل تغلفها. الراوند او سراوند ذا سيميلر جروب اوف ماسل، المجموعه الواحده المتشابهه من العضلات بتغلفها. بس تيجي من المجموعه دي ومن المجموعه ديت وتعمل حاجز في النص هنا اهو. الحاجز ده يدخل العمق ويربط في العظم. الحاجز ده يسموه انتر ماسكولار سيبتم. يبقى الديب فاشيا بتكون انتر ماسكولار سيبتم، جماعه انتر ماسكولار سيبتا. وايضا من وظائف واماكن تواجد الديب فاشيا انها مربوط بنهايات العضلات. في البدايه مرات نقابلها في البدايه، او مرات نقابلها في النهايه. في بدايه العضله اللي هي بتعمل الاوريجين، في نهايه العضله اللي هي بتعمل الانسيرشن. وايضا توجد الديب فاشيا حوالين الفيزلز والنيرفس، مكونه بحزمه تسمى نيوروفاسكولار باندل او الحزمه العصبيه الوعائيه. توجد ايضا الديب فاشيا في مناطق باطن القدم وباطن اليد، مكونه تريانجولار سيكشيت يعني مكونه نسيج مثلث سميك يسموه الابونيوروسز. يبقى يوجد في البالم اوف هاند في راحه اليد، او السول اوف فوت في كف القدم من تحت، مكونا حزمه من نسيج مثلث الشكل يسموه ابونيوروسز. وتوجد ايضا مكونه حزم مستطيله الشكل كوادري لاترال،
حوالين المفاصل البعيده. المفاصل البعيده اسمها ديستال جوينت، زي مفصل الريست اللي هو مفصل الرسغه، ومفصل الانكل اللي هو مفصل الكاحل، مكونه من حزم مربعه او مستطيله الشكل يسموه ريتيناكيولا، الحوافظ. الحوافظ ديت وظيفتها انها تحمي وتنظم وتحفظ الاندرلاينج تندون، اوتار العضلات اللي بتمر من تحت منها وهي معديه على المفصل. دي كانت اماكن تواجد ووظائف الديب فاشيا. وكده بقى خلصنا في المحاضره ديت سكين اند فاشيا.